وللمزيد أيضا ننتقل إلى مراسل إكسترا نيوز أحمد رجب من مقر السفارة البحرينية بالقاهرة، ولقاء خاص مع سعادة السفير راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين. إليك محمد، تفضل. أحمد عفوا. نعم، تحياتي لك نانسي وتحياتي للسادة المشاهدين. كما ذكرتي، من داخل سفارة البحرين هنا في محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، معي الآن سمو الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين في مصر، يحدثني عن الأوضاع هنا في السفارة من خلال الانتخابات النيابية والبلدية الخاصة بالبحرينيين المقيمين في خارج مملكة البحرين. تحياتي حضرتك يا فندم، وكل عام بخير، نتمنى لكم التوفيق دائما. خير وصحة وسلامة. يعني بداية اسمح لي أن أتقدم بخالص شكر وتقدير الإكسترا نيوز وجميع العاملين فيها على اهتمامهم ويعني مشاركتكم معنا من الصبح بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير بالنسبة لكل الشعب البحريني. الحمد لله، يعني السفارة ابتدت من الساعة 8 صباحا باستقبال جميع المواطنين، ومثل ما انت شايف المواطنين يتوافدون واحد تلو الآخر في يعني كل الفترات إلى 8 مساء إن شاء الله. ويعني اتمنى لهم الكل مشاركة سعيدة في الحياة البرلمانية، ولهم صوت في يعني في السياسة البحرينية والاقتصاد البحريني. وانا اعتقد ان يعني هذا الخط التي اخططت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه، يعني ومشروع الاصلاحي، وهذه اللبنة يعني المجلس النواب أنعش الحياة البرلمانية يعني كثيرا في البحرين، ونتمنى أن تتقدم وتزدهر أكثر إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. سعادة السفير، كيف استعدت السفارة لاستقبال البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية؟ طبعا يعني السفارة على قدم وساق منذ أيام ويعني لهذه الترتيبات، و يعني خلال الفترة الماضية كنا على تواصل دائم مع اللجنة العليا بالبحرين، واستلمنا جميع الأوراق وجميع الأمور الخاصة بالانتخابات. والحمد لله مثل ما أنت شايف الانتخابات تجرى بكل شفافية وكل رحبة صدر، وأهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله. تمام يا فندم، الإجراءات المطلوبة من الناخب عشان يجي لحضراتكم داخل السفارة ويدلي بصوته بشكل سليم وبدون أي صعوبات. طبعا يعني الناخب بداية يجب أن يكون مقيد بجداول الناخبين، يعني هذه عرضتها اللجنة العليا قبل أسبوعين أو ثلاثة من فترة الانتخابات أو من اليوم. حضوره يتطلب فقط جواز سفر وبطاقة سكانية التي هي يعني، وندخل الرقم ويعني بكل يسر وسهولة يتم التصويت إن شاء الله. نعم سعادة السفير، كان في عام 2014 زاد الإقبال في سفارة البحرين في جمهورية مصر العربية عن عام 2010، والانتخابات كل 4 أعوام. يعني هذا العام كيف تتوقع الإقبال من الجمهور الناخبين؟ يعني أمانة الناخب البحريني ناخب واعي، ويعني في كل المرات احنا يعني حوالي 50% نوصل لها دائما وابدا، محبين مصر كثير من البحرينيين، فالبحرينيين اللي بيكونوا موجودين في مصر دائما وابدا اعداد كبيره، ونتوقع يعني نفس العدد اللي جانا في المرات الماضيه وان شاء الله اكثر. اخيرا قبل ان اختم معك، بالتاكيد يعني حضرتك تحدثت ان محبي البحرين كثيرين بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، وبالتاكيد مصر تحب اهالينا ايضا في البحرين. العلاقات بين مصر والبحرين في هذه الاثناء وهذه الايام، بالتاكيد نرصد زيارات جميله فيما بين الزعيمين للبلدين، كيف هي الاجواء العامه والعلاقات المتبادله فيما بين البحرين وجمهوريه مصر العربيه؟ يعني امانه مثل ما تفضلت، العلاقات بين البلدين علاقات تاريخيه وعلاقات ازليه، وتشهد تطور ملحوظ من فترة إلى فترة، ويعني بكل يوم في اجتماعاتنا نلقى كل الترحيب من الأخوة المصريين، ونفس الشيء الأخوة المصريين المتواجدين بالبحرين يلقون كل الترحيب والتعاون من البحرين. وقبل أسبوع انعقدت اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في البحرين بحضور وزيري الخارجية البلدين، والحمد لله تم التوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، وهذا يدل على يعني مدى العلاقة وعمق العلاقة، ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله في القريب العاجل، وللعلاقة كمان للازدهار إن شاء الله.
إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دائما. الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لك. ألف شكر على حضورك. ألف شكر، يا مرحبا. إذا نانسي، يعني كما ذكر سعادة السفير هناك إقبال يعني غير قليل من البحرينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية هنا في هذه الانتخابات حتى اللحظة. ما زلنا مستمرين في التغطية المصورة من إكسترا نيوز داخل سفارة البحرين، وما زلنا مستمرين حتى نهاية اليوم الانتخابي اليوم حتى الساعة 8 مساء. ودعيني أقول لك أن هناك إن حدث إعادة في الانتخابات في البحرين سيكون هناك إعادة في الانتخابات أيضا يوم 27 من نوفمبر من هذا العام هنا في السفارة. تستقبل السفارة مرة أخرى البحرينيين المقيمين هنا في جمهورية مصر العربية. ما زلنا ومستمرين معكم في تغطية الانتخابات البحرينية هنا في مصر وأيضا في مملكة البحرين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وعودة إليك مرة أخرى نانسي في الاستوديو. أحمد رجب، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وبالطبع مستمرون معك على مدار الساعات القادمة لتوافينا بمزيد من التفاصيل. شكرا لك.